السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. نكمل حل موضوع الانسحاب. حالة ثانية من حالات الانسحاب هو الانسحاب في الوضع المائل، أي هناك انسحابين في وقت واحد لنقطة معينة أولا، ثم لأشكال هندسية وحسب الحالات المطلوبة. تعريف هذا الانسحاب راح يكون بهذا الشكل، فدرمز بسيط مغاير للتوضيح. راح يصير هنا انسحاب حرف T، هنا نكتب هنا X وY بالأسفل، ننطي اسم النقطة أي صورة النقطة، إحداثياتها X وY، صورة هذه النقطة بعد الانسحاب أي داش، هنا يتأثر الإحداث السيني والإحداث الصادي. الإضافة راح يصير عندنا X زائدا A وY زائدا B بهذا الترتيب على اعتبار قانون واحد. ثم هناك الإضافات البسيطة مثلا نحو الأعلى، نحو الأسفل، نحو اليمين، نحو اليسار، مثل ما درسناه بالقواعد السابقة. تعريف الانسحاب هي عمليات إضافة تغيير موقع حسب الإشارات، فنقدر نكتبه بهذه الصورة. هذا هو قانون الانسحاب المائل، قانون الانسحاب المائل. ناخذ مثال بسيط، مثال جد صورة النقطة أي إحداثياتها 3-4 تحت تأثير انسحاب قدره ثلاث وحدات نحو اليمين فارزو خمس وحدات نحو الأسفل بهذا الشكل. معنى الحركتين في وقت واحد، يمين أسفل. طالب يسأل إذا سوينا أسفل يمين هل نحصل نفس الناتج؟ من خلال الرسم راح أوضح هذه المعلومة. أوضحها رياضيا. أولا الحل SOL، اسم الموضوع الانسحاب، كل لفظة هنا موجودة بالكتاب أربطها ويا الموضوع. انسحاب، نوع الانسحاب يمين أسفل، إذا هو انسحاب مائل في X Y. عندي نقطة أولى اسمها A، إحداثياتها X وY. العملية راح تصير بهذا الشكل، صورة هذه النقطة هي A داش، صار عندنا X زائدا A وY زائدا B كقانون أولا، ثم راح أغير حسب الحاجة بالترتيب التالي. الانسحاب المائل للنقطة A لإحداثياتها 3-4 تساوي صورتها الأولى، لاحظ راح يصير عندنا 3، لاحظ هنا الانسحاب نحو اليمين يتأثر بالإحداث السيني، عدد الوحدات 3 تصير 3-3، نحو الأسفل الإحداث الصادي واي يصير زائدا إشارة سالبة، هالشكل أقدر أكتبها بهذا الترتيب، عدد الوحدات 5 بهذا الترتيب على اعتبار قانون واحد، واحنا نغير حسب ما موجود بالنتائج. نبسط هذا المقدار، اذا الصورة النهائية اللي نحصل عليها هي 3+3=6، وهنا عندنا مقدار الواي اللي موجود هنا عندنا 4-5 اللي يصير عندنا -1 بهذا الشكل. هذه فكرة الموضوع. طالب يسأل هل يمكن الانسحاب يكون مرحلة خطوة خطوة؟ أيضا أوضح المثال بهذه الفكرة، بعدين نطلع صورة الناتج النهائي. نسقط النقطة الأولى اللي عندنا هي 3-4، النقطة الأولى 3-4 في الربع الأول 1-2-3، أربعة للأعلى النقطة في هذا الموقع، نقطة اسمها أي 3-4 بهذا الشكل.
ثلاثة أربعة. إذا أخذت فقط جهة اليمين الانسحاب الأول إلها، صار عندنا 3+3 صار 6+4. 6+4، 1 2 3 4 5. نحتاج نقطة أخرى، تقسيم آخر، أضيف إلى تقسيم آخر، أضع صورة النقطة. كل موقع النقطة في هذا المكان، صار عندنا أي 6+4. نحركها نحو الأسفل، نفس هذه النقطة، نحركها حركة ثانية حتى نحصل على هذا الناتج. من هذا الموقع نحو الأسفل، الناتج الأخير اللي هي صارت عندنا 6+4 نحو الأسفل 5 وحدات، راح يصير عندنا 6+1 بهذا الشكل. أتجه النقطة إلى هذا المكان. الحركة الأولى أصبحت بهذا الترتيب، أوضحها نحو اليمين. بهذا الشكل. ثم الحركة الثانية صارت نحو الأسفل، بالضبط هالشكل الحركة والمر، نحو اليمين ثم نحو الأسفل. أما الحركة النهائية بهذه الصورة فهي حركة مائلة من هذا الموقع إلى هذا الموقع مباشرة، يعني الحركة بالشكل التالي، من هذه النقطة اللي هي 3+4 تحركت إلى هذه النقطة فصارت حركة بهذا الترتيب. هذه هي الحركة المائلة المقصود بها الانسحاب المائل بهذا الترتيب. هذا هو انسحابها المائل. الانسحاب الأول كان نحو اليمين نحو الأسفل بهذا الشكل، أما الانسحاب المائل فهي حركة سريعة بهذا الترتيب. لاحظ بهذا الشكل. طالب آخر يسأل، لو كانت الحركة معكوسة مثلا، أولا نحو الأسفل، نحو الأسفل بهذا الشكل، ثم نحو اليمين، أيضا نحصل على نفس النتائج صحيحة. لكن الحركة السريعة المقصود بها هنا هي الحركة المائلة السريعة المطلوبة في السؤال. هذا بالنسبة للفكرة الأولى. إذا راح نطبق عليه هذا القانون تعويض وتبسيط مثل ما القواعد السابقة اللي درسناها. نأخذ مثالين أيضا من هذا النوع ورتب عليهم. عندنا هذا المثال، الحل الرياضي. أولا المثال الأول، جد صورة المثلث الذي رؤوسه النقط بانسحاب قدره 3 وحدات نحو اليسار ووحدة واحدة نحو الأسفل موضحا ذلك في المستوي الإحداث. ذي هنا يركز على فكرة الرسم. أسقط المثلث هنا بعد ما أوضح النقاط الأولى. من كلمة انسحاب حرف T اكس واي بالأسفل، انسحاب مائل من خلال الألفاظ اللي موجودة في السؤال، اسم النقطة الأولى حرف أي، إحداثيات X و Y
صورة هذه النقطة يتأثر عندنا الإحداث السيني والإحداث الصادي بهذا الشكل. نطبق القواعد على النقطة الأولى تي اكس واي اسم النقطة، إحداثيات النقطة اي اللي هي 3 6، صورة هذه النقطة الانسحاب نحو اليسار، إذا الإحداث السيني اللي هو 3 راح يتأثر، مقدار التأثير الانسحاب قدره 3 وحدات، نطرح منه 3. الإحداث الصادي اللي هو 6 نحو الأسفل 1 1، نطرح منه 1، يصير الطالب سنكتب ناقص 1، ماكو إشكال بهذا الترتيب. إذن عملية الإضافة نحو اليمين، نحو الأعلى عملية إضافة موجبة، نحو اليسار، نحو الأسفل عملية نقصان. أيضا الطالب يقدر يختصر بالخطوات حتى يقلل من الخطوات الرياضية. أبسط الناتج، إذا صورة النقطة راح تصير عندنا 0 5 بهذا الترتيب. هذا بالنسبة للنقطة الأولى وصورتها. النقطة الثانية نقطة بي، إحداثيات النقطة بي اللي هي 4 7، لاحظ المحافظة على الترتيب هنا. صورة النقطة الإحداث الأول 4، نطرح منه 3، الإحداث الثاني 7، نطرح منه 1، مشابه للخطوات السابقة. صورة هذه النقطة 1 6، 4 يروح 3 7 يروح 1. النقطة الثالثة نقطة سي، انسحاب مائل لنقطة سي، إحداثيات النقطة سي هي 7 4، 7 4. صورة هذه النقطة الإحداث الأول نطرح منه 3، الإحداث الثاني نطرح منه 1، 7 يروح 3 4، 4 يروح 1 3. المحافظة على الترتيب بالنسبة للسؤال. نسقط المثال أول مرة، المثلث الأول، ثم نسقط صورته بعد الانسحاب المائل. الإحداثيات اللي موجودة عندنا بها الرقم 7 نحو الأعلى، وعندنا 7 نحو جهة اليمين، إذن الإحداثيات نكبر الرسم حتى يشمل كل النقاط اللي أحتاج إلها، أو أغير موضع المحور الصادي نقله إلى جهة اليسار وأحتاج من عنده نقاط إضافية بهذا الشكل. لاحظ بهذا الترتيب محور السينات، محور الصادات ثابت. النقطة الأولى اللي عندنا 3 6، 1 2 3 6 للأعلى، هذه النقطة الأولى. ثلاثة ستة اسمها نقطة أي بهذا الشكل. النقطة أي. النقطة الثانية 4 7، 4 7، اختار تقسيم آخر. هذا موقع النقطة الثانية، هي نقطة بي 4 7، وهي النقطة اللي عندنا 3 6. النقطة الأخيرة عندنا 7 4،
سبعة أربعة للأعلى هذه النقطة الثالثة نقطة سي سبعة أربعة التوصيل بين النقاط لرسم الشكل الأول المثلث الأول بهذه الكيفية هذا المثلث بهذا الترتيب صور نقاطه صفر خمسة صفر من محور السينات وخمسة عندنا في الوضع المائل صفر لاحظ خمسة للأعلى هذه النقطة اسمها أيضا النقطة الثانية ب واحد ستة هذا واحد ستة للأعلى هذا موقع النقطة الثانية النقطة الثالثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة التوصيل بين النقاط بهذا الشكل مع نقطة سي إذن هو الرسم نفسه ذكرنا في موضوع سابق أن الانسحاب يحافظ على البينية وقياسات الأطوال وقياسات الزوايا والمساحات والشكل ما يتغير أيضا في هذا الموضوع لاحظ هنا كل ما يكون دقيق الرسم حتى الطالب يشعر بأهمية وفائدة موضوع الانسحاب هذا المثال الأول مثال آخر يؤكد على فكرة الرسم هنا السؤال موضحا ذلك في المستوى الإحداثي معنى إشارة لموضوع الرسم فكرة ثانية لإشارة موضوع الرسم هي انسخ الشكل استنساخ بالضبط لاحظ انسخ المثلث لرؤوسه انسحابه ثلاث وحدات نحو اليمين ووحدة نحو الأسفل هنا كلمة فكرة استنساخ معناها رسم أيضا بالنسبة للسؤال أرسم هذا السؤال أيضا الجزء الآخر الجواب الرياضي أولا ثم أنتقل للرسم حتى أطابق الرسم مع الرياضيات النقاط لم تذكر لها أسماء أبقيها بدون أسماء حتى الطالب يتعلم الجواب أكثر من طريقة الحل انسحاب مائل حرف T X Y بالأسفل اسم النقطة الأولى أنا سميتها أي أي اختار الرقم النقطة اللي موجودة عندي هي 2 سالب 1 2 سالب 1 ملاحظة أكتب القانون أولا X Y بهذا الانسحاب المائل يتأثر الإحداث السيني والصادي قانون الانسحاب النقطة الأولى اللي عندنا 2 سالب 1 صورة هذه النقطة الإحداث الأول اللي هو 2 حركتنا هناك ثلاث وحدات نحو اليمين إضافة 3 زائدا 3 الإحداث الصادي للنقطة اللي هو سالب 1 نحو الأسفل ناقصاً 2
وحدتان نحو الأسفل، 2 وحدة. الصورة النهائية لهذه النقطة الأولى 2 و3 5، -1 -2 -3. هذا الجزء الأول. النقطة الثانية انسحاب للنقطة الثانية، انسحاب مائل. اسم النقطة حرف بي أنا سميتها من عندي 5 -1. صورة هذه النقطة إحداثيها الأول 5 يضاف له 3، عملية إضافة. الإحداث الثاني اللي هو -1 يطرح منه 2. صورة هذه النقطة سردنا 8، 5 + 3 و -1 -2 -3. النقطة الثالثة انسحاب مائل لنقطة أخرى ثالثة 4 -5. صورة هذه النقطة الإحداث السين عملية إضافة 3 وحدات. الإحداثي الصادي يطرح منه 2. الصورة النهائية سردنا 7 -7 بهذا الشكل. نطابق الجواب الرياضي مع الرسم. نسقط الشكل الأول ثم نسقط صورته بعد الانسحاب. النقطة الأولى 2 -1، النقطة الأولى 2 و -1. هذه النقطة الأولى 2 -1، اسمها نقطة A. النقطة الثانية B 5 -1، 5 -1 على نفس الاستقامة. نقطة B من الإحداثيات أرفعها للأعلى هي 2 -1. نقطة A نقطة B 5 -1، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي عندنا 4 -5 -4 -5 للأسفل. نوصل بين النقاط هذه النقطة C اللي هي 4 -5. أرسم الشكل الأول. هذا مثل في صورته الأولى. صور هذه النقاط، صور هذه النقاط، النقطة الأولى اللي حصلنا عليها أي 5 -3، النقطة الأولى 5 -3، هذه العدد 5. النقطة هنا اسمها أي 5 -3. النقطة الثانية 8 -3، 8 -3، نحتاج بعد نقطة إضافية بالجانب.
8 سالب 3 اشير الى خط بالمسطره تقسيم اخر يكفي. ثمانية سالب ثلاثة بنفس الاستقامة مع النقطة ثلاثة. لاحظ هنا طريقة الإجابة حتى تكون صحيحة للدقة بهذا الترتيب. نعم صحيح. هذه النقطة الثانية، النقطة ثمانية سالب ثلاثة اللي هي صورة النقطة B. صورة النقطة C سبعة سالب سبعة. سبعة وسالب سبعة للأسفل. نقوم بهذا الترتيب. إذا الجزء الأول أوصل بياناتهم، هذه النقطة هي سيدة سبعة سالب سبعة بهذا الترتيب. نرجع إلى قانون الانسحاب المائل، هي عمليات إضافة. لاحظ بهذا الشكل، إما أن تكون الإضافة موجبة اللي هي نحو الأعلى ونحو اليمين، أو أن تكون الإضافة سالبة اللي هي نحو اليسار ونحو الأسفل. على الطالب أن يتقيد بالقانون أولاً، ثم عمليات التعويض، ثم عمليات التبسيط، ثم انتقال إلى عمليات الرسم. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلاً منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.